طب ايه السؤال؟ شوف سؤال كبير جدا طويل كده زي كده، بس السؤال سهل جدا، سهل جدا. يقول لي اول عدد البطاقات المختلفة، هستعمل هنا مبدأ العد الاساسي، مبدأ العد الاساسي. اقول له هنا الاجابة يا جماعة عدد البطاقات يساوي، اضرب كله ببعض، كله ببعض يا شباب. قال لك انا عندك اول حاجة انا معامل من وراك، يبقى 2 ضرب 5 خطوط، 5 عبارات مختلفة، 3 أنواع، اضرب ده في ده في ده، 5 في 5 ب25، في 3 ب175، في 2 ب100 وإيه؟ عند 150 طريقة. وضع عمر كتبه المدرسية الخمسة بعضها فوق بعض في رف خزانته، فما احتمال أن يكون كتاب الكيمياء أعلى رزمة الكتب وكتاب الرياضيات يا جماعة بين أسفلها؟ خلي بالك هنا هو حدد إن يكون الكتاب اللي فوق مثلا الأعلى كتاب الكيمياء مثلا، هنا تحته هنا 3 كتب، ثم كتاب الرياضيات. ماشي يا شباب، حل السؤال ده بأكثر من طريقة، أكثر من طريقة. أول طريقة عندي اللي هي مضروب الباقي على مضروب الكل. يا جماعة فيرست يس، هي رقم 1، يقول له إيه؟ إما أقول له مضروب الباقي مقسوم على مضروب الكل، يجي الحل مباشرة يا جماعة، الحل هيساوي إيه؟ مضروب الباقي لما أخد الكيمياء والرياضيات بقي لي 3 على مضروب الخمسة. طيب أفك هذه دي، أفك الخمسة وأخلي زي ما هي، يبقى 5 ضرب 4 ضرب 3 مضروب، خلاص طير دي مع دي، بقى لك كده فوق 1 على 20. طبعا يا جماعة إجابة السؤال اللي تحت ده ملهاش علاقة باللي فوق، دي الطريقة الأولى بس، طريقة رقم 1. طريقة رقم 2 نغير لون الخط كده بس، أعتبرها حوادث مستقلة يا جماعة وغير مستقلة. طبعا مثلا احتمال رياضيات وكيمياء في المكان المحدد، فقلت يا جماعة طبعا دي بتساوي 1 كده 1 بس من 5 كتب. لما سحبنا الرياضيات بقي لنا كام كتاب؟ 1 من 4، كيمياء 1 من 4، واضرب ادينا 1 على 20 بالطريقة التانية. طب في طريقة تالتة كمان، في طريقة تالتة يا جماعة، أقول له إيه؟ العدد الاحتمال يساوي احتمال أهو رياضيات وكيمياء يساوي 1 على 5 تبادل 2، إنهم أصلا 5 كتب، هاخد منهم إيه يا جماعة؟ هاخدهم التلات، يعني 1 على 5 معناها 5 ضرب 4، رقمين أكبرهم 5، يعني تساوي برضه 1 على كام؟ على 20. تحل بأي طريقة من الطرق التلاتة دي يا شباب كلها صح، كل الطرق إن شاء الله هتكون صحيحة. تمام كده، شوف كده اللي بعده بيقول إيه. السؤال التالت، الاحتمال الهندسي، اختيارات نقطة كي عشوائية على المحور إكس واي، أوجد احتمال إن كي على بي إكس. بنجيب طبعا احتمال يساوي يا جماعة طول الحادثة نفسها بكام، اللي هو البي إكس يا شباب، البي إكس، بي إكس طوله كام؟ على إكس، وده البي 7/10. أقول له هيساوي لو احتمال يا جماعة ده بيساوي 10 مقسوم على كله اللي هو كام؟ 10/2 12، يعني هتساوي ممكن نقول 5/6 مقسوم على 2 وعلى 2، 5/6. حبيت تختارها تجيب رقم 10، مش بسيطة يعني، بس تعمل حسبة برضه مش أي مانع. قول له بس أعمل حسبة 5/6، مفيش أي مشكلة عادي خالص، يساوي والسي دي 8/10. ماشي يا شباب، بالتقريب. اللي بعده بيقول لك إيه؟ يحتوي صندوق على 13 بطاقة حمراء و13 زرقاء، 13 سوداء، 13 خضراء، ورقمت يعني يا جماعة كل لون ترقم من 1 إلى 13. طيب ثم سحب البطاقتين من الصندوق دون إرجاع. كلمة دون إرجاع معناها إيه يا شباب؟ حوادث غير مستقلة، يعني حدوث الأولى أثر في الثانية. السؤال بيقول لي ما احتمال تحمل البطاقة الأولى رقم 1 وتاني رقم 8؟ أهو عايز يا جماعة احتمال الأولى رقم 1 وتاني رقم 8. عندي كام بطاقة رقمها 1؟ عندي رقم 1 في الأحمر، واحد في الأزرق، واحد في الأسود، واحد في الأخضر، يعني عندي 4 بطاقات. 10 من كله، تجمع كله يا شباب 4 في 13 ب52. 10 طيب ضرب، اتفقنا قبل كده بنقول لك كلمة و في السؤال يعني حرف مستقلة أو غير مستقلة، استعمل علامة الضرب يا جماعة. احتمال
احتمال يكون الليرن تاج مع ايه 8. كم رقم 8؟ عندي برضو اربع ارقام، اربعة على كله، كله كام؟ ها برضو 52؟ لا هنا 51، اللي قال لي هنا بدون ارجاع لما سحبت الاولى نقصت واحد. ماشي يا شباب، اختصر طبعا دي مع دي مثلا فيها على 13، دي ما تختصر يا شباب. انا استعمل حاسبه سريعه كده تقول له ايه 4 مقسومه على 3 13 في 51. ماشي يا شباب، عندك ضغط كسر 4 فوق وتحت 13 مضروبة في 51 يا شباب، هيطلع لك عندك 4 على 600 وكام؟ 63. يبقى الحل يا جماعة هنا اهو، أبسط صورة بتساوي 4 مقسوم على 600 كام؟ 63. طيب السؤال الخامس والأخير في المقال يا شباب بيقول لك إيه؟ في نفس السؤال الرابع، السؤال السابق، ما احتمال سحب بطاقة تحمل رقم 5 أو لونها أخضر من مجموعة البطاقات المذكورة في المثال السابق؟ تمام كده؟ تلاحظ قال لي كلمة إيه هنا؟ أو. قال لي أو يا جماعة ليه؟ لما تلاقي أو يبقى حوادث متنافية أو غير متنافية، يعني بقى بستعمل الجامعة مش الضرب. يبقى احتمال يا جماعة عبر عنها إزاي؟ احتمال رقم 5 أو، تتعامل كده يا جماعة، أو هي رمز الاتحاد، أو تكون خضراء، خضراء جرين مثلا يا جماعة. أنا عندي كام بطاقة رقمها 5 يا شباب؟ عندي 4 بطاقات رقمها 5، يبقى 4 مقسومة على كله 52 زائد، خلي بالك هنا زائد. طيب عندي كام بطاقة خضراء؟ 13 بطاقة خضراء، تمام كده؟ على كام؟ على 52. طيب دي حوادث متنافية ولا غير متنافية؟ ها تبقى متنافية إمتى؟ لما يكون حدوث الأولى ممكن يسمح مع حصول الثانية برضه في نفس الوقت، تبقى غير متنافية يا جماعة، تبقى غير متنافية. لكن عندي هنا، هل عندي بطاقة خضراء لونها رقمها 5؟ أو بطاقة رقم 5 لونها خضراء؟ صح، في كم واحدة؟ عندنا واحدة بس، بطاقة واحدة رقمها 5 لونها أخضر. أطرحها يا جماعة، أقسم كل مرة على 52، هنجمع 14 17 ناقص 1 بكام؟ 16 على 52 يا جماعة. لما أقسم على 4 وعلى 4 هيديني 4 هنا على 13. بس كده فهمنا خلاص. لو كان حوادث حوادث دي متنافية يا شباب اكتفي بس دي، بس اكتفي بالجمع فقط لو كانت متنافية. لكن غير متنافية يعني في نماذج مشتركة بينهم، اطرح المشترك اللي بينهم. تمام، ان شاء الله اشرحها بعدين في ايه الاسئلة اللي جاية بإذن الله. نيجي يا جماعة الأسئلة الاختياري كده مع بعض. أول سؤال بيقول لك إيه؟ عدد طرق تكوين عدد مكون من 3 أرقام من الأرقام 2 3 4 5. خلي بالك هنا قال لك إيه في السؤال تاني؟ إذا سمح بالتكرار. لو قال لي يا جماعة سمح بالتكرار أقول له إن أس أر على طول، لأن إن اللي هي مين؟ 4 أرقام، والأر أهي يعني 4 أس 3 هيساوي 64. طب لو ما قاليش الكلام ده يا جماعة، لو ما قاليش سمح بالتكرار أستعمل إيه؟ التبديل. يبقى 5 تبديل 4 تبديل 3، خلاص كده؟ أو بالطريقة التانية عشان ما تلخبطش نفسك، بس إذا قال لي في السؤال لم يسمح بالتكرار يبقى 4 تبديل 3، يعني 4 في 3 في 2 يا جماعة. طبعا بس دي إجابة إيه؟ دي غير مطلوب عشان ما تلخبطش نفسك. مضروب 80 على مضروب 79 ممكن أستعمل الحاسب، بس الحاسب هيقول لي إيرور. فهنا أعمل إيه يا شباب؟ أنا 80 مضروب على 79 مضروب، أفك الكبيرة 80 أفكها يا شباب، دي دار 79 مضروب 78 7 وهكذا. لا انا هقف لحد كده بس، هقف بس لحد كده يا جماعه، تمام كده؟ ليه؟ عشان دي تروح مع ده، بقى في الاخر 80 بس، الحل 80. عدد طرق اختيار 3 طلاب من 7 طلاب. طيب تمام، اما تبديل واما توفيق. ها قال لي هنا يا جماعه، قال لي في شرط، قال لي مثلا بحيث يكون الاول اسمه كذا، او الاول هو الاطول او الاكثر، اي حاجه زي كده. لا ما قالش. اذا هو ايه؟ توافيق. اختار 3 من 7 شباب. هنا اهي يقول مثلا دي 3 من 7 تنفع، لكن دي تبديل ما تنفعش. دي مضروب ما لا يصلح. دي اختار 7 من 3 لا يصلح. الحل الصح اهو. واذا اختار عشوائيا يا جماعه تبديل الاحرف الفاء والهمزه والسين والفاء والياء والسين والالف، تمام كده؟
فإن احتمال تكون كلمة فسيفساء تلاحظ عندك كده شبه هو على الطرق بشكل عام، بشكل عام على الطرق أي كلمة تكون كلمة يا جماعة هو المضروب. طب في صف واحد أهو عندي كام حرف؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7، أقول له مضروب السبعة. مضروب سبعة، بس في حاجة خلي بالك، عندي أحرف متكررة، حرف السين مكرر مرتين يا شباب، حرف الفاء مكرر مرتين، تمام كده؟ بالتالي هيطلع لي كلمات متكررة، فأعمل إيه؟ أقسم على 2 مضروب اللي هي 2 يعني، ضرب 2 مضروب بره يا جماعة اللي هي 2 ده، يعني في الآخر مضروب السبعة على مضروب على 4 يا جماعة، مقسومة على 4 هيعطيني 1260. إيه هو ده؟ ده جميع الطرق الممكنة تكوين الكلمة ده يا جماعة، جميع الطرق الممكنة بدون أي دون تكرار. هو عايز الطرق الممكنة؟ لا مش عايز الطرق الممكنة، عايز مني إيه؟ احتمال، ما احتمال تكون كلمة فسيفساء. وأنا بكون الكلمات هيكون الكلمة اللي عندي مرة واحدة فقط، يبقى مرة واحدة من 1260 مرة، ده الصح رقم جيم. أوعى تستعمل دي غلط. ماشي، رسمت دائرة نصف قطاع 3 وحدات داخل مربع طول ضلعه 9. ماشي يا شباب، طيب ايه السؤال؟ مش هتقطع عشوائيا، فإن احتمال وقوعها داخل الدائرة، ممكن عندك مثلا يا جماعة كده دائرة، دائرة أهي مثلا في مربع، الدائرة نص قطرها 3 بس، مربع ضلعه 9 يا شباب، قال لك احتمال تكون النقطة داخل الدائرة هنا كده في أي مكان في الدائرة، يساوي إيه؟ يساوي مساحة الدائرة على مساحة المربع. طيب مساحة الدائرة بتساوي إيه يا شباب؟ مساحة الدائرة بتساوي باي ار تربيع، باي عارفينها صح؟ النسبة التقريبية، وار نص القطر. طيب على مساحة مين؟ المربع اللي هو الضلع بنفسه اللي هو 9 في 9. طب ار بكام عندك؟ يبقى باي يا جماعة الار ب 3، تربيع ب 9 يا شباب، 4 في 9 على 9 في 9، بلاش نضربها نختصر بس، 9 تروح مع 9، يبقى لنا باي على 9 اللي هي دي. يحتوي صندوق على 7 كرات زرقاء و6 كرات حمراء وكرتين بيضاوين و3 كرات سوداء، إذا إيه يا شباب؟ سحب البطاقة سحبت كرة عشوائيا، ماشي؟ فإن احتمال كونها حمراء، طبعا سؤال بسيط جدا، أول شيء أعمله أجمع كل الكرات اللي عندي، كم كورة؟ عندي 7 و6 13 و2 15 و3 18، يبقى هقسم على 18، جميل. طب اللي فوق كام يا جماعة؟ حمراء، كم واحدة حمراء عندك؟ 6، 6 على 18، أختصر أبسط صورة، على 6 وعلى 6 يا شباب هتساوي إيه؟ 2، الإجابة صح 2. قسم كورس إلى 8 قطاعات متساوية، إذا أدير واستقر على عدد إيه فإن احتمال يكون فردي. 8 قطاعات فيهم كم رقم فردي؟ عندك الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة، 4 أرقام، يبقى 4 على كام؟ على 8، يعني بتساوي نص. اختار يا جماعة النص. كيس يحتوي كرتين زرقاوين وتسعة حمراء، احتمال سحب كرتين حمراء الواحدة تلو الأخرى، طالما قال لك في السؤال يا شباب واحدة ورا التانية، واحدة تلو الأخرى، واحدة ثم واحدة، إذا هي حوادث إما مستقلة أو غير مستقلة، خلاص يعني هستعمل فيها إيه؟ الضرب. يقول لك و يبقى ضرب يا جماعة. طيب إيه هو السؤال؟ طبعا أنا كان بدون أرجعه، بدون أرجع يعني إيه؟ إن حوادث غير مستقلة. احتمال سحب كرتين حمراوين، واحدة الأخرى يا جماعة بدون أرجاع، حمراء، أنا عايز احتمال حمراء ريد وريد، حمراء وحمراء. هتساوي ايه؟ الحمراء عندي 9 وكله 2 و9 11، يبقى 9 على 11 ضرب يا جماعة. الحمراء التانية كام؟ مسحت الأولى نقصت واحدة بقت 8، وعدد كله نقص بقى 10، اختصر بس دي مع ده يا جماعة، 2 وعلى 2 بقت دي فيها 4 ودي فيها ايه؟ 5، يعني 4 في 9 36 و11 في 5 ب 55، الإجابة صح. يحتوي كيس 7 حبات حمراء و11 صفراء 13 حبة خضراء، هجمع كله أول أي حاجة يا جماعة، أجمع كله 7 و11 18 و13، يبقى عندي 31، خلاص أعرف بس عدد الأول 31 يا شباب قبل أي شيء. طب السؤال إيه عندك؟ أخذ نور حبتي حلوى الواحدة تلو الأخرى برضه، و تلو يعني بعدها ضرب،
فإن احتمال تكون خضراء ثم حمراء. عايز أقول لك احتمال تكون إيه يا شباب؟ خضراء جرين وحمراء ريد، هتساوي الخضراء عندك كم واحدة يا شباب؟ 13 على كله 31 ضرب. طبعا لما سحبته حرارتين يا جماعة دون وحبة حلوة ما قالش إن هو أكلها ولا ما أكلها، هي هو كده أكلها عامة يعني، حسبها أكلها تمام كده. طيب الحمراء عندك، عندك حمراء 7 حبات، 7 حبات حمراء من كله كام؟ من 30 بس يا جماعة. أضرب ده في ده وده ده يا شباب، يطلع في آخر الحل 91 على 39 بالحسبة، عشان بس ما نضيع وقت في الحسابات، استعمل حاسبة فأطلع أجيلك إيه؟ 91 على 930. السؤال العاشر، كيس يحتوي 3 كرات، كيس يحتوي 3 كرات حمراء وأربعة خضراء وكرة واحدة زرقاء كمان. اتعودنا أول شيء نعمله نجمع كله قبل أي حاجة، قبل أعرف السؤال نجمع 3 و4 7 7 و1 8 يا جماعة، هقسم على 8. طيب سحبت من الكيس كرة واحدة فإن احتمال كونها حمراء أو زرقاء، طالما قال لك كلمة أو يا شباب اتفقنا يكون إيه؟ يكون حوادث متنافية أو غير متنافية تمام كده؟ يعني عايز مني احتمال قال لي إيه؟ حمراء أو أمسك كده يا شباب فوق أهي زرقاء البلو تمام كده، هتساوي عندك الحمراء كام واحدة؟ احتمال حمراء اتفقنا كلهم 8 صح؟ 3 حمراء يا شباب، 3 على 8 أقول له زائد كم واحدة زرقاء؟ كرة واحدة زرقاء 1 على 8 يا شباب. أطرح تنافي ولا لا؟ في شيء مشترك بينهم؟ هل عندي كرة حمراء نفسها تكون زرقاء؟ لا ما في، ما أطرحش حاجة كده بس. يعني هتساوي 4 على 8 يا جماعة، يعني هتساوي كام؟ نص تمام كده. لأي حادثة إيه إذا كان احتمال إيه 3 من 10؟ احتمال المكمل ده عايز شرطة يا جماعة في الخط كده فوق هنا، هو مكملة الايه تبقى كام؟ هنقول له 1 ناقص 3 من 10، طبعا معروفة بكام؟ ب7 من 10. حل تمام، هو الصح يا شباب. شوف كده اللي بعد كده ايه، محل بيع الملابس فيه 9 ماركات، 9 ماركات يا جماعة ايه ماشي، لكل منها 5 موديلات مختلفة، لكل موديل 4 ألوان مختلفة، كم نوع مختلف يا شباب؟ هعمل إيه؟ طبعا ده مبدأ العد الأساسي زي ما قلنا شفنا قبل كده، هضرب 9 في 5 في 4 كله بعض يا جماعة، 4 في 25 في 9 ب180. أول احتمال استقرار المؤشر على اللون الأرجواني، مستعمل المؤشر يا جماعة ده، لاحظ عندك الأرجواني كام؟ أرجواني 135، طب وكله 360 يا جماعة. طبعا في مجموع النقاط كلها حل مجموعة زي واحدة، نقطة واحدة تساوي كام؟ 360 درجة. اقسم ده على يا جماعة يطلع لك الحل الـ A. عايز تتأكد؟ أتأكد معاك عادي، أقول بالحسبة 135 تقسيم 360 يا شباب، أقول له اس دي يطلع 375 من 1000 تمام كده. طيب اللي بعده، إذا أعطيت قطعة نقود مرتين فما عدد الذي ممكن يا جماعة؟ أول مرة طلع ب2 والتانية برضه طلع ب2، وده العدد الأساسي يطلع في الآخر ب4. أوجد عدد أطول الملابس التي يمكن تشكيلها من 4 بناطيل، 3 قمصان، 5 أزواج يا جماعة من الأحذية، اضرب كله في بعضه، 4 في 3 ب12 ضرب 5 ب60، أستعمل أي 6. وقف 5 من لاعبي كرة السلة في خط مستقيم لالتقاط صورة، ما احتمال ان اصطف من الاقصر الى الاطول يا جماعة؟ طلب مني احتمال يبقى فيه بسط ومقام. المهم لما يصطفوا كده يا شباب من الاطول الى الاقصر دي كام طريقة؟ طبعا دي طريقة واحدة بس، من كام طريقة؟ من كام كلهم؟ هما 5، طالما اصطفوا في صف واحد يبقى مضروب الـ5 يا جماعة، يبقى 1 على مضروب الـ5. مضروب 5 بكام؟ اللي هو نفسه 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، اضرب كله ببعض يطلع كام يا جماعه؟ 1 على 120، او بالحسبه تعملها مفيش مشكله خالص صح. السؤال ده يا جماعه بنكرر نفس الفكره قبل كده تاني، مش هنكرر عشان بس الوقت.
إذا ألقي مكعب مركب مرتين ما احتمال يحصل على عدد زوجي في الرمية الأولى ثم عدد فردي في الرمية الثانية؟ مكعب يا جماعة عميه مرتين، احتمال فردي يساوي كام؟ فردي يساوي 3 من 6. قال لي واه، خلي بالك أهو بضرب زوجي برضه 3 من 6. أما اختصر يا جماعة ده إيه؟ نص في نص، هتلاقي في الآخر ربع. إذا كان احتمال حدوث A يؤثر في احتمال حدوث B يا شباب، فإن الحدثين A و B تكونان إيه؟ طبعا دي حوادث، طبعا بتؤثر إما مستقلة أو غير مستقلة. هي بتؤثر إيه؟ يبقى يا جماعة غير مستقلة، حوادث غير مستقلة. تتكون لجنة نشاط من في مدرستك من 10 طلاب. إذا اختار المدير 3 طلاب منهم تزيين مدخل المدرسة، ما احتمال اختيار حسين ومصطفى وصالح؟ هنا يا شباب هل هو رتبهم لي؟ هنا قال لي بشرط يكون مثلا الابن الأول بحرف الحاء أو الواو أو الصاد أو أي حاجة كده؟ لا، ما حددش حاجة. إذا دي إيه؟ إذا دي توافيق. يعني مصطفى وحسين وصالح هي نفسها حسين وصالح ومصطفى، يعني هما حاجة واحدة بس. طالما ما فيش ترتيب عندي، ما في ترتيب، أستعمل الإيه؟ التوافيق. التوافيق يعني 10 أختار منهم 3 بالتوافيق يا جماعة. إما أعمل ده في الحاسبة زي ما هو كده، أو أحلها بيدوي عادي جدا بيدوي. معناها دي 10، 3 أرقام أكبرهم 10، يبقى 10 في 3 في كام؟ في 9 في 8 ضرب، وأقسم على مين؟ مضروب الـ3 اللي هو 3 في 2 في 1. اختصر دي مع دي في 4، ودي مع دي في كام يا شباب؟ 3. يعني الحل عندك 1 على 10 في 3 في 2، 10 في 3 في 4، معلش 3 في 4 ب 12، 12 في 10 ب 100 وإيه؟ 120، أو 1 على 120. وإذا اختار تبديل من أحرف يا جماعة، ألف وصاد ولام وألف ونون وحاء، طبعا الطالب برضه كرر تاني أكتر من مرة، معلش قوله سريعا كده، سريعا برضه عشان أفكر الناس بيه بس. أشوف يا جماعة عدد الطرق كلها كام؟ طبعا كلمة الحصان هتيجي مرة واحدة بس، هتيجي مرة يعني واحدة على حاجة، عدد الطرق كلها. فالمطلوب مني وقت أحسب بس عدد الطرق، 1 2 3 4 5 6، يعني مضروب الـ6. جميل، مضروب 6، بس هقسمها على كام؟ تحس حرف الألف مكرر مرة تانية يا جماعة، يبقى 2 يا شباب، 2 مضروب الـ6 يا شباب اللي هو 120 في 6، يعني 620. هقسمها على 2 يدينا 300 وإيه؟ و60. يعني معناها كده إيه؟ كلمة الحصان بتتكرر مرة واحدة بس من 360 مرة. طبعا ده برضه سؤال يا شباب اللي هو الاحتمال الهندسي، اتكرر قبل نفس الفكرة تاني. خلاص نحلها مع بعض، نحلها سبعة. قال لي ما احتمال يستقر الاكس على ال واي، فين ال واي؟ هات ال يا جماعة لحد الواي الأخيرة دي كلها، 4 زائد 7 تبقى 11، طب كله كمان زائد 3 يبقى 14، وبالحاسبة تقول له كده 11 قسمة 11 تقسم 14 يساوي وإس دي 7 8 5، 7 5 من 1000، أو بالتقريب يا جماعة الحل 7 8 5، أما قربها يبقى 79 من 100. إيه؟ واضح؟ سؤال صح وخطأ. عندي برضه في كل باب 10 أسئلة صح وخطأ. سحب كرة واحدة عشوائية من صندوقين مختلفين يمثل حادثتين مستقلتين يا جماعة، عندي صندوقين كل صندوق باخد منه كرة، هل ده أسرع في ده أو ده أسرع في ده؟ لا طبعا، إذا هي حوادث مستقلة، إجابة صحيحة. احتمال وقوع حادثتين مستقلتين معا يساوي مجموع احتمال إيه يا جماعة؟ الحادث طبعا كلمة مجموع غلط، إن لما يكون حادث مستقل أو غير مستقلة بستعمل ضرب يا جماعة، ضرب، إذا دي إجابة إيه؟ خاطئة. احتمال مشروط واحتمال وقوع حادثة ما إذا علم وقوع حادثة أخرى بتعريف يا جماعة. احتمال مشروط إجابة إيه؟ صحيحة. يعني مثلا هختار طالب من الفصل بشرط يبدأ اسمه بحرف الميم، هو احتمال وقوع حادثة بشرط وقوع حادثة أخرى، تمام كده؟ عند سحب طاقة عشوائية من بين 13 بطاقة حمراء ومثلهم زرقاء ومثلهم سوداء ومثلهم خضراء رقمت من 1 ل 13، لا يعد، خليك أقول لك نافية، ولا يعد سحب بطاقة تحمل رقم 5 أو بطاقة لونها أزرق حادثة متنافيتين. طبعا يا جماعة هو لا يعد، ليه؟ لأن عندي
بطاقات تحمل رقم 5 ولونها أزرق. إذا لا يوجد تنافي، لا يوجد هنا يا جماعة تنافي، بقول لك أهو لا يعد تنافي، يعني إجابته صحيحة. هتخلي الأقفاص تخدعك. يمكن تمثيل فضاء العينة بالرسم الشجري، إجابة صحيحة طبعا. إيه مثلا عندك إلقاء قطعة مثلا نقود كده كده يا جماعة، إما إيه ال أو تي صح. الرمية التانية مثلا بره هتبقى ال أو تي و ال أو تي، ده رسم شجري تمام كده. يحدد مبدأ العدد الأساسي عدد النوازج الممكنة، صح إجابة صحيحة. مضروب الصفر هو صفر، دي طبعا إجابة يا جماعة خاطئة. مضروب الصفر يساوي واحد، ومضروب الواحد برضه بيساوي واحد، بس لا حد يقول لي ان واحد يساوي صفر. مش يا شباب، مضروب الصفر يا جماعة يساوي واحد، ما تغلط فيه. ترتيب العناصر ليس مهما في التباديل، ما المهم في ايه؟ الترتيب مهم فين يا جماعة؟ الترتيب مهم في التباديل، إذا في ترتيب يبقى في تباديل، في تباديل في ترتيب، يبقى إجابة يا جماعة خاطئة. طبعا دي برضه إجابة إيه خاطئة. تكون حالتين مستقلتين إذا كان احتمال حدوث أحدهما لا يؤثر فين؟ حدوث الأخرى، زي ما قلنا من شوية مثلا سحب كرة من صندوقين مختلفين. طبعا إجابة إيه صحيحة. تكون حالتين متنافيتين إذا كان حدوثهما معا ممكن في نفس الوقت. طبعا إجابة يا جماعة دي يعني تكون متنافية لما يكون حدوثهم ممكن نفس الوقت، إجابة خاطئة. طيب لو كان ممكن نفس الوقت يبقى إجابة إيه؟ اسمه إيه؟ حدثتين غير متنافيتين. نيجي يا جماعة لسؤال المزوجة، مش كده قربنا من النهاية خلاص أهو. آخر شيء سؤال المزوجة بس عندي. تسمى جميع النوازج الممكنة تجربة إيه؟ طبعا بتسمى فضاء العينة يا شباب، بتسمى فضاء العينة. لاحظ عندك أهو، يبقى هنا دي رقم ب. عدد صحيح موجب هو حاصل ضرب العدد الصحيحة الموجبة الذي هي أصغر من أو تساوي ذلك العدد. طبعا تعرف يا جماعة دول مين؟ المضروب، المضروب عندك أهو موجود في آخر حاجة اللي هو واو. واو أستعمل هنا يا شباب واو، طبعا الترتيب هيتغير معلش معايا واو. 6 ب 2 هي نفسها يا جماعة 6 ضرب 5، ليه؟ حاصل ضرب عددين هم عددين أكبرهم 6، هيديني 30. 30 موجودة عندك في جيم يا جماعة، يبقى أنا جيم. أنا هحل بس هنا خلاص بدون مرتب يا شباب. ترتيب عندك انت، على طرق جلوس 5 أشخاص في صف واحد، اتفقنا قبل كده لما يقول لك كلمة صف مضروب على مضروب، يعني مضروب الخمسة اللي هي نفسها كام؟ 5 في 4 في 3 في 2 في 1، يعني هتساوي 120 يا جماعة، 120. إذا سحب جورب من خزانة الملابس دون إرجاع ثم سحب جورب آخر، فإن تكون يا جماعة حدثين إيه؟ حوادث غير مستقلة. إن سحبت جورب اتسوح التاني عدد نقص، مثلا لو كانوا هم 10 سحبت واحد منهم أصبح الباقي 9، سحب التاني بقى 1 من 9 تمام كده؟ فدي اسمها حوادث إيه مستقلة يا جماعة، دي رقم ألف. وبكده يا شباب إن شاء الله انتهت باب الاحتمالات. إن شاء الله الحصة الجاية بإذن الله نسجل برضه فيديو عن الباب التاني، حوالين هي الدول المثلثية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.